الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم. شخص يقول: أعد لنا فيديو عن أسماء الله الحسنى، وهي يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق. هذه الأسماء مشهورة لجلب الرزق وتفريج الكرب وللغنى. من يواظب عليها يعني تكون ورده، يكون همك هذه الأسماء، يعني مدة سنة 6 أشهر تغير حالك 180 درجة. المهم، كل ورد عنده قصة. يعني من خرج هذا الورد؟ هذا الورد خرجه الشيخ أو الشخص في قديم الزمان، كان خائفا على معاشه ومعاش عائلته، يعني كان يخاف من الفقر، أنه يبقى بدون أكل وهو وعائلته. وكان يذكر هذه الأسماء ويقول أنه كان يذكر 4000 ما فوق، يعني 4400 أو 4200، المهم 4000 ما فوق. كان يخاف من قلة المال، فكان يجلس وحده. هذه قصة يا كافي يا غني افتح يرزق. فجلس وحده في بيت ويذكر هذه الأسماء بهذه الأعداد: يا كافي يا غني افتح يرزق، يا كافي يا غني افتح يرزق، في بيت وحده في ركن البيت، فيذكرها ب 4400 عدد آخر أو بدون عدد، المهم 4000، المهم 4000 ما فوق. كان يذكر هذه قصته المشهورة. فيوما من الأيام فتح له السقف، فرمي عليه بعض الدنانير من الذهب، فقالوا فنادوه باسمه، ناداه شخص باسمه، قالوا: يا فلان، إذا زدت زدنا، وإذا نقصت نقصنا. فهمتم؟ يعني إذا زاد في الذكر أو استمر عليه، دائما سيأتيه مال، يعني من الشهر إلى الشهر. وهذه تسمى النفاقة الروحية. النفاقة يعني هناك من يذكر ذكر وتأتيه النفاقة من الشهر إلى الشهر، يأتيه مال، أو الذي لا يأتيه مال مباشر يجد في ملابسه. فهمتم؟ فهذه هي قصة يا كافي يا غني افتح يرزق، قصة هذا الشخص. فمن يذكر هذه الأسماء بنية خالصة يوميا بأعداد كبيرة، يعني يجعل لها عدد، سأعطيكم عدد المشهور لها، يجعل لهذه الأسماء عدد ويذكرها يوميا، لا يمكن هذا الشخص لا يرزق بمال. العدد المشهور له هو 2380. 2380 هذا العدد تذكره في جلسة واحدة. هذا العدد لن يأخذ منك حتى كم، نصف ساعة أو أقل. يا كافي يا غني افتح يرزق 2380، ربما يأخذ منك 40 دقيقة على أقصى حد أعتقد، والله أعلم. يا كافي يا غني افتح يرزق، ترزق من حيث لا تحتسب إذا وضبت على هذه الأسماء. أما العدد الذي هو مشهور هو 4400، أو إذا لم تستطع على هذه الأعداد سأقول لك عدد سهل تواظب عليه يومين: 1000 في الصباح 1000 في المساء، يتفاعل معك إذا وضبت عليه، ولكن مواظبة يوميا يوميا يوم 1000 في الصباح 1000 في المساء. يا كافي يا غني افتح يرزق، يا كافي يا غني افتح يرزق، 1000 في الصباح 1000 في المساء، لن يأخذ منك وقت. ترزق من حيث لا تحتسب. وهناك سأعطيكم فائدة داخل هذه الفائدة، هناك فائدة أخرى. يقولون من يذكر اسم الله الكافي يا كافي 12000 في اليوم، يعني تفرق على اليوم كله، مثلا ممكن تذكر 3000 في الصباح، 3000 وراء الظهر، 12000 في اليوم. يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي، أعتقد في 16 دقائق ستقول 1000. يا كافي يا كافي 12000 في اليوم، لن تكمل عليك 40 يوم حتى تغنى، هو أقل مدة هي 40 يوم. المهم يجب أن تواظب عليه. يا كافي، أنا أقول دائما، أنصح دائما، لما ترى النتائج استمر. يعني إنسان مثلا يذكر يا كافي يا كافي وبدأ يدخل لك الرزق، هل تقف؟
أو تصل إلى 40 يوم تقف، لا استمر استمر واكتم سرك، ابقى معك. هذا ما كان يفعله الناس، كانوا يستمرون ويكتمون السر. يا كافي يا كافي يا كافي، يكفي 12,000 مرة في اليوم، ترزق من حيث لا تحتسب. هذا مجرب كذلك مشهور، هذا الاسم مشهور بهذا العدد. هذه هي المشهورة، هذا هو الشيء الذي مشهور على يا كافي يا غني يفتح يرزق، من أراد أن يتبعه ويغنى إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. ارزق يا كافي يا غني افتح يرزق، 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 يا كافي
كافي يا هادي يفتح ويرزق، يا 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 كافي يا هادي يفتح ويرزق.